أولاً عايزين نعرف من حضرتك انطباعك عن شوية المستجدات اللي حصلت، خلينا في النادي الأهلي طبعاً، ابتداء من استخدام أو جلب مدير فني جديد كولر، وكمان ودي النقطة اللي أنا عايز أعرف بقى رأي حضرتك فيها، قرار كولر بأن يوم التدريبات يصبح يوم تدريب كامل، إلى أي درجة هذا الأمر مهم وهينعكس بشكل طيب على أداء اللعيبة الفترة الجاية؟ هو الحقيقة بالنسبة للقرار الأخير ده قرار مبشر جدا بالنسبة لي، وأنا يمكن أكتر واحد سعيد بيه لأن أنا تقني شوية في الحتة دي. أنت عندك الموسم هيبدأ على ما أعتقد كده في شهر 10، لو افترضنا إن هو 7/10 15/10 20/10، يبقى أنت النهاردة عندك على الأقل شهر. الشهر ده انت بتقدرش تستعيد فورمه الناس اللي كانت مريحه سلبيا الا لما تعمل ريت معين من الدقائق. ايوه دقائق التدريب، الدقائق دي ما بتتحققش او مش هتقدر تحققها وتجيب الناس دي فورمه الا من خلال تطبيق نظام اليوم الكامل. اليوم الكامل ممكن يعمل وحدتين تدريبتين، ممكن يعمل 3 وحدات في اليوم. الكلام ده طبعا بنراعيه في طرق التدريب في درجات الحمل. 3 وحدات في اليوم ويوم تدريب كامل، مش ده ممكن يبقى سبب لإجهاد اللعيبة أكتر من إراحتهم؟ ممكن يبقى سبب لإجهاد اللعيبة لو أنا مش 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 عارف أنا بعمل إيه، لو أنا مش بشكل حمل كويس. لأن النهاردة كل، على فكرة التخوف ده يمكن اتسألت عليه مرتين امبارح في التلفزيون وأول امبارح وكل يوم، ليه بنطبق اليوم الكامل في أول الموسم التدريبي؟ أيوه إحنا اليوم الكامل بالنسبة لنا يا أستاذ كريم كناس متخصصين في الحتة دي بنعمله بشدة قليلة، يعني بنكبر الحجم التمرين ونخلي الشده قليله، بنلعب في حاجه اسمها مكونات الحمل التدريبي. اللعيب لما يجي الريت يعلى عنده احنا بنقل بيه، انما بنزود الحجم. يعني انا ممكن النهارده لو انت نجري من هنا لغايه ميدان لبنان، لما بنجري مستحيل يا فندم نجري بعيد، مستحيل حضرتك ممكن تجري من هنا لغايه ميدان لبنان. لا انا وانت هنجري واحنا تعبانين. ليه؟ لان هنجري وكل ما نتعب هنرتاح. وهنكمل جاري وكل ما نتعب هنرتاح. تمام. انما لو قلت لك تعالى، انا ببسطها ليه؟ عشان المشاهدين على تقريب الفكره، يعني لان كل لو انا انما قلت لك تعالى نعمل سبرنت لغايه ميدان لبنان، مش هنعمل سبرنت لغايه البوابه. انما لو قلت لك تعالى نجري وكل ما نجري نمشي شويه. هو ده النظام عندنا في التدريب اسمه نظام الفرتك، شغل ثم راحه، شغل ثم راحه. هو ده اللي بيجيب الفورمه وفي نفس الوقت بيخليك اقل عرضه للظهور بالتعب وبالتالي ما بتتصابش. طب المقصود بالفورمه بس الجاهزيه البدنيه ولا بتشمل نقاط ثانيه؟ ما هو احنا النهارده هنرجع تاني ونقول الحته بتاعت ان الكره علم. الكره دلوقتي كلها في اوروبا يا استاذ كريم وفي الدول اللي عرفت كره كويسه، يعني بقت مركبات. يعني البدني بيبقى مركب فني والعكس، الفني بيبقى مركب خططي والعكس. النهارده انا بجريك ليه؟ اللونج سبرنت او السرعه الطويله عشان تعمل بعدها كروس اوفر. ليه بديك قوه انفجاريه؟ عشان تضرب الارض برجليك وتطلع باقصى انتاج للطاقه وتحط الكره بدماغك في الجول. وبالتالي الحاجات البدنيه اللي انا بعملها دي المدير الفني في الجرعه البدنيه، ما هو التدريب مش كله بدني. Okay. تدريب بدني وفني وخططي. فالجرعه البدنيه المدير الفني بيستخدمها وبيطوعها انها تكون بمخرج فني. بس بيبقى مركب، يعني ما عملكش النهارده سرعه وانت تخلي اللعيب يتمرن تدريب قوي في الكوره. بتحط انت المسيرات العصبيه اللي انا استخدمتها في السرعه على نفس تدريبات السرعه. والعنصر تحملاته. فالنهارده هو الكوره مركبات. انت عشان تستفيد من القصه دي او المدير الفني عشان يستفيد من القصه دي والفريق لازم بيركب الشغل الفني على الشغل البدني. فبتيجي انت الفورمه اللي انت حضرتك بتتكلم عليها اللي هي الفورمه الفنيه الخططيه البدنيه. تمام. مش مجرد ان انا جهزتني بدني بس.